আবু আইয়ুব আনসারী সাহেব সুনামগঞ্জি, হযরত মাওলানা আবু আইয়ুব আনসারী সাহেব সুনামগঞ্জি, হুজুরকে উনার মূল্যবান বয়ান পেশ করার জন্য মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। ভাই আপনারা কি সালাম শুনছেন? সবাই জুড়ে কোন সালাম শুনছেন? সালাম দেওয়া সুন্নত, উত্তর দেওয়া। আমি আবারও আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সালাম দেই, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان كما فضل زمانا على زمان ومكانا على مكان وفرضا على فرض وشفرا على شفر وكتابا على كتاب ولحظة على لحظة ويقدر على كل شيء ويفعل ما يشاء ويختر وهو على كل شيء مختار ونشهد أن لا سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا ومحبوبنا ومعشوقنا وإيماننا ومرشيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل ورسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي جعله الله عز وجل أتقى الأتقياء أسفى الأسفياء أعلى العلماء الذي جعله الله عز وجل أروع الناس أجود الناس أحسن الناس أشفق الناس أكرم الناس نسأل الله عز وجل أن ينزل بعظى فضله وسعى برضوانه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يتلون القرآن حق تلاوته الذين هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم كان حق محبته الذين هم كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا نقطة نقطة من مكة المكرمة إلى مدينة المنورة سائد الآفاق وسلم تسليما عديدا عديدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون
بأيكم